هو الطلاق عموما في حد ذاته ده ليه تأثيرات مدمرة، مدمرة بمعنى الكلمة يعني، كويس. انما بقى اللي حاصل ده هو بنظام الرؤية، ان الحاجات النفسية كلها اللي الطفل بيحتاجها كلها مهدومة لسبب، لان قانون الأسرة ما عملش اي حساب ليها خالص. يعني اسأل حضرتك سؤال بسيط، لو قلنا ان الطفل مثلا في الثقة بالنفس، هو ابنك من صغره عشان يبقى واثق في نفسه لما بيجي يعمل اي حاجة عايز مين اللي يقول له برافو؟ الأب أو الأم. تمام، طب دي فقدها، انتهت. الطفل تخيلي الولاد وهم راجعين المدرسة بعد أجازة الصيف، ده بيقول بابا ودانا مش عارف ايه، بابا اللي جاب لي الكاب ده، بابا اللي جاب، وهو مفتقد لكل ده. خلاص، لا الطفل ده هيطلع ايه؟ حاجة من الاتنين، ما هو يا هينزوي على جنب ويجي له اكتئاب ومش هيقدر يشارك زمايله، كويس. بيضيف الحاجة بقى ان ممكن يتربى جواه حقد ناحيتهم، فاذا كان هو طالع صغير من صغره بالشكل ده، طب تخيلي ده لما يكبر يبقى حاقد على مين؟ على المجتمع وعلى البلد كلها بالكامل. وبحكم شغل حضرتك، هل هم فعلا الاب والام محتاجين ان هم يبقوا يتدربوا على حاجه اللي زي كده لما يجوا يقرروا الموضوع؟ مش قصه تدريب، انا دايما انا ما اقدرش ادرب الناس على سواقه العربيات وانا مش عامل قانون مرور. انا عشان هدربه اقول له ايه؟ مش حكايه ان يسوق العربيه ازاي؟ انا قصدي تاهيل نفسي للاب والام. انا بقول لحضرتك اهو، انا ببسطها ببساطه شديده جدا. انا مش هعرف اعلم واحد سواق العربيه واقول له بتمشي شمال كويس، ولما الاشاره كذا بتبقى يمين من بدري، هقول له الكلام ده ازاي؟ لان قانون المرور بيقول الكلام ده، كويس. هقول له مثلا ما تتخطاش العربيه اللي قدامك لان قانون المرور بيقول ده. فلازم القانون الاول، انا مش عندي لازم قانون على فكره. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناحيه نفسيه كمان، كانت مدام نيني بتتكلم عليها بره، قلت لها يعني شابو ليكي. هي كانت كل وهي بتشرح موقف معين كانت بتحكيه لي، بتقول انا قلت، انا عملت، انا لميت، انا يعني بتشرح لي. فقلت لها يعني في راي الناس الاكبر اللي هو الجد والجده والناس اللي هي ذو عقل راجح، يعني يتكلموا يحلوا الموضوع، مش لازم تبقى كلها قانونا انا ملزم ان انا اوريه. فين الراي؟ طيب الجده تمام مثلا، ان تمام. أنا احنا محتاجين يا جماعه ده نفسي يعني عشان الولاد، يعني اختصارا كده ان حد يتدخل يوفق بين الاب والام عشان مصلحه الولاد، مش كده؟ الاهل كمان اللي بيدور. ماشي، ورجعنا للعوض. هيوافقوا بين مين؟ بين الاب والام او الراجل او الاب والام. هم المتحكمين في الطفل، هم المتحكمين في الطفل. الاتجاه دلوقتي كله للمحاكم. ما انا في حاجه، انا عشان اوفق بين اتنين كويس، يعني الاب والام اللي اتطلقوا في مشكله بالتاكيد، كويس. فرضنا انا وسين من وسين من الناس دي اللي بيني وبينها مشكله، ايه اللي يخلينا نقعد نتفق ان انا عندي حاجات هتنازل عنها وهي ليها حاجات تتنازل عنها؟ علشان في بيننا طفل والمشكله دي بيني وبينها هي، مش بيني وبين الطفل. خلينا اكمل كلامي. ما انا كاب ما عنديش حاجه تتنازل عنها، القانون مديلها هي كل شيء، تقعد تتفاوض على ايه؟ تقعد تتفق على ايه؟ القانون بيقول لها انت تاخدي كل شيء بما فيهم الولاد، وانت حره التصرف في الولاد، وهو حتى لو عايز يشوفهم يروح المحكمه، وما فيش شيء هيعاقبك. خلاص، دايما كده لما يبقى في حاجه بين اتنين لازم يبقى انا عندي حاجات. يا فضيله الشيخ، يا دكتور احمد، طب النفقه مش عارف ايه، طب هيقعد يقول لي من هنا للصبح، طب هي في ايه؟